الفكرة بلشت بأول 2013 على الأرض ميدانيا، بس هي الفكرة موجودة من قبل، خصوصا أنها بتدخل بصلب إطار تحسين صورة المدينة. للأسف المدينة تعرضت لكتير شغلات خلال السنة الماضية وشوهوا لها صورتها كتير بالإعلام المرئي والمسموع، خاصة صارت سكوب، كل شيء في حدا عم يفتش على سكوب إعلامي بيجي على هالمدينة بيصور شغلات بشعة. أخبار الاهتزازات الأمنية في طرابلس لا تنتهي، وهي على حالها منذ سنين، ما يهدد صورة المدينة ونمط الحياة فيها. ولكن ثمة من يقاوم ثقافيا لإعادة إحياء الوجه الآخر لطرابلس. كان يا مكان في قديم الزمان سينما في طرابلس، ثم جاءت الحرب وأقفلت الصالات. انتهت الحرب في كل لبنان وعادت الحياة إلى ما يشبه طبيعتها، إلا في طرابلس هنا استمرت الحرب. اليوم ببطء شديد تحاول المدينة لملمة بقاياها بعدما سمي بالخطة الأمنية. بذات الوقت خلال هالسنين الماضية وضمن إطار العولمة وتجمع السينمات على بعضها، للأسف سينمات طرابلس كمان بلشت تسكر، وتقريبا اليوم أكترية السينمات القديمة بطرابلس مسكرة. طرابلس غابت كمان فترة طويلة عن البانوراما السينمائي اللبناني، بطل يتصور فيها شيء تقريبا. مشان هيك كانت الفكرة أنه في ضرورة لإعادة ربط ماضي هالمدينة مع السينما ببركي مستقبلها بعدين. مشان هيك كان في ضرورة لإقامة مهرجان سينما. من هون خرقت فكرة مهرجان طرابلس للأفلام. وقت وصلت بلشت أتعلم السينما هوني، أول فكرة أجتني لازم نعمل مهرجان أفلام بطرابلس. فمن اول 2013 اطلقنا الويب سايت واطلقنا الكول فور انتريز، طلبات الادراج، استقبال طلبات، اعلنا عن استقبال طلبات الادراج بوسائل الاعلام على الويب سايت، على وسائل التواصل الاجتماعي كمان، وعملنا دعايات على وسائل التواصل الاجتماعي حتى نقدر نشمل اكبر عدد ممكن من العالم بهذا المهرجان يلي اسمه مهرجان طرابلس الافلام، يلي بدون ما نسميه دولي كنا حابين انه يكون هو مهرجان دولي. وبالفعل ردات الفعل اجت من كل انحاء العالم، من كل أنحاء العالم إجينا، بلش نوصل بالبريد عادي، بلشنا نوصل نستلم أفلام. البوش الكبير صار بأول السنة 2014 لما حضرت أنا شخصيا مهرجان كليرمون فيران، وكنا عم نستقطب أفلام، كنت عم بعمل بري سيلكشن، انتقاء أولي للأفلام بكليرمون فيران زيادة على الأفلام اللي استلمناها. وبعد ما جينا من كليرمون فيران، مهرجان كليرمون فيران، حطينا على طاولة لجنة الانتقاء كل الأفلام اللي عنا إياها اللي جتنا بالبريد أو اللي أنا عملت لها اختيار أولي. كانت النتيجة 59 فيلم ل 19 جنسية أساسية أولية، هالأفلام موجودين. لجنة الانتقاء نقت منهم 32 فيلم. لجنة الانتقاء كان بيرأسها إتيان لويس، كان معه مجموعة من أبناء المدينة يلي بينتموا لخلفيات ثقافية متنوعة، ونقوا 32 فيلم ل 15 جنسية بنهاية المطاف يلي كانوا هني اون كومبيتيسيون. هالسنة ما كان عنا فيلم روائي طويل للأسف، بس ما بيعني انه سنة جاي حيكون عنا فيلم روائي طويل. الكومبيتيسيون المسابقة راحت على أربع فئات، أربع جانر، عنا التحريك القصير، عنا الروائي القصير، عنا الوثائقي القصير والوثائقي الطويل. التحضيرات كانت على قدم وساق بغض النظر على الوضع الأمني، والحمد لله بجست قبل يومين ثلاثة من قبل جمعتين من المهرجان أعلن بدء خطة أمنية كتير مهمة بمدينة طرابلس، وصرنا منحس بالأمن مستتب بالمدينة. وانطلاق المهرجان كان صراحة أخذ طابع كتير خاص، لأنه صار في تغطية إعلامية إقليمية دولية وطنية كتير كبيرة للمهرجان، خاصة مهرجان بمدينة طالعة من حرب عم ترجع تربط بماضيها الكتير مهم بالسينما. ليش سينما؟ لأنه جورج نصر. ليش طرابلس والسينما؟ لأنه جورج نصر طلع من طرابلس. أول إنسان تعلم سينما بطرابلس هو جورج نصر اللي هو رئيس الشرف للمهرجان، لأنه جورج نصر الشخص الوحيد اللي راح على مهرجان كان للدولي بأفلام لبنانية 100% مرتين ورا بعضهم بالستينات، بآخر الخمسينات أو الستينات. شيء عظيم كتير، وبتمنى أنه مهرجان الجاي يكون قصة في حركة أكبر.
هذا ممتاز. بس ما صار المشاكل وقفة لأبو جمعتين ثلاثة يعني. شيء مهم كتير. إنجاز مهم كتير. واليوم اجتمعوا وجرجلوا الأفكار مع بعضهم ونقوا الأفلام اللي بدها تاخد جوائز. لازم إنه طرابلس الحركة الثقافية تقوى أكتر. أنا بفهم إنه ساهم طالعين من مأساة سنتين بس من زمان وجاي أهل طرابلس عندهم وبيحبوا الثقافة. بتأمل إنه هالزخم الطرابلسي يرجع وبتأمل إنه سنتي جاي يمكن يكون في رائد الأحوال أكتر والنفوس كمان رائد والقبول للمهرجان يكون كمان أكبر. ليش السينما بطرابلس؟ ليش مهرجان السينما بطرابلس؟ لأنه الله يرحمها رندا الشهال كمان من طرابلس اللي عطت السينما اللبنانية أحلى وأرقى جائزة الأسد الفضي بالنصرة دو فينيز. فسينمات طرابلس قديما بتضاهي سينمات بيروت. أول مرة بنذكر بالكتابة كلمة سينماتوغراف كان كاتب طرابلسي الكتبها. دونك عنا حقانية وتأخرنا كتير حتى نعمل صراحة أنا برأيي مهرجان للسينما. مثل ما قلت التغطية الإعلامية كانت كتير كبيرة. انطلاقة المهرجان كانت جدية، فيني أقول جدية، سجادة حمراء، مصورين، تلفزيونات، حضور مميز بالنوعية وبالكمية، حضور مميز من المدينة ومن خارج المدينة. يعني كانت إذا بدك بدأت المصالحة المدينة بينه وبين نفسها بينه وبين تاريخها، وهذه شغلة كتير مهمة كانت لنا. للأسف لأنه الأوضاع الأمنية ما كانت منيحة نحن ما قدرنا جمعنا كتير سبونسورز، يعني نحن ما كان معنا مصاري كتير، مش هيك نحن ما قدرنا عزمنا المخرجين. أساساً عزيمة المخرجين كان العلاقة كمان بالوضع الأمني اللي كان عليه كتير علامات استفهام. صحيح ولو زبط آخر أسبوع بس إنه قبل الفستيفال، بس نحن ما كان فينا ناخد ريسك ولا هني كان فيهم ياخد ريسك. العروض كانت عم بتتم بمركز الصفد الثقافي ومركز العصم الثقافي بيت الفن. المهرجان كان برعاية أعلى سلطة وأهم سلطة ثقافية بلبنان، وزارة الثقافة، برعاية معالي الوزير ريمو عريجي وزير الثقافة اللبناني. بلدية طرابلس كان لها حضور، في كتير ناس كان لها حضور مميز بهيدا المهرجان، وحتى على هامش المهرجان عمل شوية أنشطة يمكن بظروف أحسن كنا عملنا أكتر وبسبونسرشيب أكتر وبمالية أكتر كنا عملنا قدرنا نشاطات أكتر وشملنا المدينة أكتر. إن شاء الله هيدا المطمح له نحن سنة الجاي. فريق العمل بأغلبيته كان مؤلف من متطوعين شفتون بالمهرجان وشفتون بالصور، جايين أكثريتهم من تريبولي فونديشن، المؤسسة بتشتغل للثقافة للبروموسيون تبع الثقافة بطرابلس. هالمتطوعين هيدول كان عندهم شغل كتير متعدد وكل واحد حسب اختصاصه، عطونا من وقتهم ومن فهمهم حتى يطلع هالمهرجان بأحلى حلة لقلو. بس كمان لجنة التحكيم كانت بتتألف من أشخاص كتير مهمين. كان بيرأس لجنة التحكيم أستاذ عصام كلاوون رئيس لجنة السينما ووزارة الثقافة، الأستاذ الجامعي حسام خياط والمخرج المسرحي والناقد جان رطل. نحن منفتخر فيهم، هدول من طرابلس كلياتهم. فمثل ما شفنا العملية كانت كتير مهمة من حيث الإعداد والتنظيم وحتى الإخراج، الحلقات، حفلة الافتتاح، حفلة الاختتام، البروغرامينج، البرمجة للأفلام كانت متكاملة متناسقة 100%. بالفعل للوهلة الأولى تفاجأت يعني بهالجرأة أنه ينعمل مهرجان سينما بمدينة طرابلس، وبالذات عارف أنه بعد المدينة طالعة من أوضاع أمنية. يعني هي خطوة كتير كتير جريئة وضرورية بنفس الوقت لحتى نقدر نحن نأرجي وجه طرابلس الحضاري. يعني حاجة بقى أنه طرابلس عم يلبسوها توب ما لقلها يعني.
وشفت أنا عشت 5 أيام المهرجان بالفعل. المهرجان على درجة عالية جدا جدا من التنظيم، وأفلام ذات مستوى. هلا أكبر عدد من الأفلام المشاركة بالمسابقة هي أفلام روائية قصيرة، والملفت للنظر إنه الأفلام هي من بلدان متنوعة، وكذلك الأمر متنوعة بمواضيعها يعني، ولكن في نوع شيء من التباين ما بين المستويات. ونحن كلجنة حكم، أنا وزملائي عصام ألوون وجان رطل، بعد ما شفنا الأفلام التقينا في من أجل اختيار أفضل فيلم. والشيء الحلو أنه تقريباً كانت وجهات النظر يعني متطابقة، فيني أقول أكثر من 90% حول الأفلام المميزة. مشان هيك نحن يعني هلا في عدد كبير من الأفلام الجميلة والمميزة، مشان هيك حاولنا نحن نعتمد معيار نوعا ما فيك تقول عنه معيار أكاديمي بالنسبة لقراءة الفيلم. للأسف السنة حنبعت بالبريد السريع الجوائز لأصحابها. نحن منتمنى هالجائزة اللي اسمها ترابلوس، وهي بشكل تريانجل وعليها ورقة الليمون، نتمنى أنه هيدي الجائزة يجوا سنة الجاية بال2015 أصحابها يستلموها على المسرح، يستلموها ويشاركونا البهجة. هذا هو هدفنا، هيك بدنا نعمل لسنة الجاي، وإن شاء الله نقدر نتساعد مع القطاع الخاص والقطاع العام بالدعم المعنوي والمادي حتى نقدر نوصل فكرتنا ونقدر نحتل العالم بهالمهرجان يلي هو إسي صغير وعم بيكبر، وإن شاء الله حيكون محطة سنوية للأيام الجاية. نحن حددناه من هلأ مهرجان الترابلوس للأفلام 2015 حيجري سنة الجاية بشهر إيار. بتمنى تكونوا كمان ناطرينه وعم بتشوفوه وعم تحضروه وعم تتابعوه.